بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الخامس بهذه السلسلة التعليمية إن شاء الله راح نقوم بوضع بعض الماتيريال على الكنباي والمخدات، نعدل شوية ضربات فيها، الطاولة والتريا أو اللمبة، المصباح اللي هون، راح نقوم بوضع السجاد، تصميم الطاولة اللي بتكون أمامية، ونحاول نطلع بننظر بنهاية هذا المشهد بإذن الله. أول إشي راح أبلش بعمل بوكس اللي هو السجادة، نحكي تقريبا إشي زي هيك، نطلع بسماكة خفيفة جدا مش هالإشي الكبير، نأتي من هنا صفي هاي السماكة، حابب إنها تكون عندي إشي خفيف ممتاز. هلا يمكن نطلع فيها بزيادة شوية صغيرة، حتى نحول هالأداة بالبولي، نمسك الأوجه التحتانية ونحذفها عشان هي وجود السجادة، بحكي له ignore back face على أساس إني ما أختار الأوجه اللي تكون عندي بهذه الجهة، فاخترت بس الأوجه اللي تحت لأنه مقابلها، ما اخترت الفيس الثاني. بحكي هذه ريت أنت ما بتلزميني، أعطيها تيربو سموث أول وثاني. هاي الماتيريال ممكن اجي هون اعمل ماتيريال اسميها كاربت، نعطيها ميكس، ممكن نعطيها فعلا نعطيها ميكس ما بين اللون الاسود، نحكي بين الاسود السكن شوي صغير غامق اشي زي هيك بكفيها. الميكس اماونت ممكن اجيب هون ماتيريال، احط ماتيريال ديرت فلور ريفليكشن، هاي مليحة، نلبس الماتيريال، نطلع على ماتيريال هي هاي حلو، صفي عندي هذا اللون في له تداخلين. اجي هون العب بالتايلينج، اعطيه 2 2 3، اها هيك صار عندي التداخل ممكن اقوى واحلى. ممكن اعطيها برضو UV مابينج اصلا، الاطراف اللي عندي هون حاسها ضعيفة، اعطيها على البوكس، اعطيها يوز ريل وورد، فكرة شكلي بعطي UV مابينج لهاي، لا خلينا نشتغل احنا هون على UV ماب لهاي القطاع، اعطيها بوكس هاي القطاع، حاول نطلع على هاي المنطقة، نعطيها use real world، ما خلينا هيك عادي احسن بدون use real world. نطلع على الماتيريال هيك صارت عندي حلوة ونلبسها بشكل حلو، ممكن اعطيها شوية reflect انعكاس خفيف جدا، خليها تشتت الاضاءة مثلا ب 0.65، خلي لما عندي تكون موجودة، تكون عندي 5، يمكن لما تكون خلينا نشتغل 3، خلي إلى ما هون تنتشر بشكل أحلى. يمكن أجي أعطيها الآن استرفي، أخليها تكون عندي قيمة تبعته نص، روتيشن 30 درجة، 60 درجة، 45 درجة، ممكن يجي هون أعطيها مثلا 0.72 0.73، قيمة زي هيك اللمعة، اشتغل انعكاس خفيف، حتى خلي الانعكاس خفيف مش عالي، خلي اللمعة عندي تكون موجودة بهذا الاتجاه. طيب ممكن بعدها نجي نشتغل على البامب لإلها بالزمنيش، خليها تكون فونك، سواء لمعة خفيفة ولا لمعة عالية. الماتيريال هاي لابسة كلياتها، لا ليش نلبس هذا الجزء. طيب احنا هلا نيجي هون هذا الشكل، هاي كنترول اس سيفنا، نيجي عليه نعطيه هير اند فير، مودفاير هير اند فير لهذا المودفاير، ممكن اجي امسك الستايل اللي هي البرش، نزل الشعر كلياته لتحت بهذا الاتجاه،
خليني أعزلها شوي صغيرة، تعال معها من الواجهة بشكل أسهل. كل الشعر اللي هون عن الفرش اللي هو القطار هون أجيبها من الواجهة. أول شي نبلش إحنا تنزيل فيه عادي، بعدها بنلعب التشتيت. ممكن نيجي نلعب هون بقيمة البرش كبرها وصغرها. أجي الشعرات اللي هون انتن يطلعن عندي هيك بهذا الاتجاه. يجي نحكي لهذا الشعر تعال ما تكونش واقف مستقيم 100%، يجي نحكي لهذول هيك تعالن هيك ها، يجي ننزل برضه هذول نشوف شو بده يطلع معنا نتيجة. يجي ممكن على هون كنا نشتغل فرونت، خلينا نشتغل هون ليفت ليفت سايد. نيجي نخربهن شوي صغيرة من هون، نحكيلهن انتن تعالوا هيك انتو من هون مدين معنا. لا هاي قوية كتير، هاي ممكن تخرب الشغل. نحكي الشعر زي هيك اطلع برضو على الواجهة، اطلع عنده زي هيك. نيجي نحكي برضو لهون زي هيك شي. هيك صارت عندي نتيجة حلوة. أجي على الشغل من هون شغلات زي هيك، نحاول نخربها شوي نعطيها عشوائية. نيجي على الرايت، نيجي هون نرجع على الرايت سايد. الفرونت عندي موجود زي هيك منتظم زيادة عن اللزوم، نحاول نكسره. من هون نجي نعطيه زي هيك، ممكن يجي هاي الواجهة مظبوطة، هاي الواجهة حلوة، ممكن هاي الواجهة شوية بدها شغل. بس بالمجمل انا حاسس انه الشغل ممكن هاي الواجهة فرونت اشي خفيف جدا، بس نرفع الشعرات من هون. خليني اجي بعديها بيرسبكتيف بلاحظ انه كل الشغل ممكن صار عندي حلو. ممكن هون اجي العب بعد ذاتها احكي له الشعر اطلع لي شوي صغيرة بالنص اطلع لفوق اخفف ممكن القيمة. هلأ ايش خليه كلياته جاي زي الموجة، هون عامل عندي زي الموجة احكي لا خليه يكون مبعثر. نجي في هاي المناطق زي هيك اشي زي هيك حلو. نجي هاي المناطق اطلع لفوق، هي بتصفي الشغل يعني ترتيب. انت كيف بترتب الشكل بطريقتك الخاصة فيك عشان توصل النتيجة اللي بدك اياها، يعني باخد وقت ما بخلصش بدقيقة او تنتين، بده وقت. كل ما انت اعطيتها بزيادة كل ما هي اعطتك. طيب اتوقع هيك يعني ممكن نتيجة مرضية اقدر احكي هيك. نيجي نوقفها من هون، نيجي نطلع عندي عدد الهير كاونت، خلينا نيجي نخليه 10,000 منيح مش عاطل هلا كبداية. density ممكن ننزل 95%، نرجع ل 100% مش مشكلة. هون في عندي شوية ليك يعني في عندي فراغ هون lack of hair. طيب مش إشكالية، بقدر أحكي الكات لينث خليه round scale root thickness خليه يبلش عندي مثلا 10، خليه يجي عندي حتى 20، خليه يبلش root thickness عالية يجي عندي هون مثلا 20 30 اللي هي الراند سكيل. تيب ثيك خلينا نحكي مثلا 5، لا خليها 0، خليها يطلع الشعر عندي انه بوظ من فوق، خليها 5 خليها 0. الكلر بدنا نستخدمها خليه يبلش من لون ابيض، خليه يكون مع لون اسود. احنا بدناش اسود اسود، نيجي على السكني خلينا هيك الشكل.
لا تسبك الى خلي الماء خلي الماء يفرش جلوسنس خلي يفرش شوية جلوسنس يعطيه. يكون في عندي هيو فاريشن خلي مثلا ياخذ له مثلا 30، خلينا نحكي هاد ال10 اللي هي وخليها زي ما هي. value variation خلي يكون في عندي مثلا في عندي تغير ما بين الابيض والاسود، في عندي variation هيك بخليه صفر كلياته، هاي الجهة هيك كلياته، فبالتالي بقدر اتحكم ما بين الابيض والاسود. بالتالي خلينا نحكي مثلا 40 مناسب. باجي هلا بلغي العزل، رجع هون الكرباي، باجي بدخل على الستايل هير كمان مرة، شوف بالنسبة للمشهد عندي الشعر هذا كله ممكن بده تنزيل.